بعدين وقفنا في محطة ما شاء الله جميل شكل المحطة. أهم شيء عندي المحطة الواحد يكون بالله خفي مفرحات على قولة أبو عبد الله الله يوفقه. هنا عندهم أمور السيارات والسيارات والسوالف الطيبة دي. شوي 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 هنا الآيس كريمز. أنا صراحة يعجبني اللون الأسود في كل شيء، بالذات في المحلات والكافيهات، حتى ألوان البيو تحب اللون الأسود دائما يطلع فخم. شيء جميل. ما شاء الله حان وقت الحصاد يا اخوان. هذه يسمونها الجريتشكا اللي زي الحنطة كذا او حنطة. ما شاء الله هذه يبدون بيها بعد يمكن اسبوع اسبوعين تلقاهم شيء شيء جميل. حبايبي الله يعطيكم العافية. ايش رايكم اقول لكم قصة المزرعة حقتي حقت ابها؟ دام بعض الناس يقول لي تعال سولف معانا وخلك معانا. في كورونا الماضي اول ما جت كورونا طبعا انا رحت على ابها عند الوالدة. بعدين جلست لي اسبوع اسبوعين مستانس، بعدين طفشت. انا من نوع الحركي اللي يبي يجلس يشتغل يتحرك يروح يصاقع. المهم في ارض جنب البيت الوالد الله يرحمه ويغفر له فاضي يعني ما فيها شيء. المهم وتمسك معاي قلت الحين امن غذائي وفترة كورونا والواحد ما يدري ايش اللي يصير، تعال تسلى في الارض وارجع عيد حياة الاولين واروح على الارض وادور حراثة. طبعا فترة حجر بالقوة الاقي حراثة واجيب الحراثة واحرف الارض كاملة. والمهم بعد ما حرثتها طال عمرك واجي ابغى الزبدة واروح اجيب الحراثة واحرف المزرعة وضبط العلوم. ولما خلصت الحرث اجي طالع في الترب الا والله مو ذاك الزود وانا ابي ازرع وراي يعني ابغى اوفر للبيت وللحارة كلها قاعد اقول اذا انقطع السوق ومن الخيرات ابدا ابو زهرة الخير كله عنده موجود. المهم اروح اجيب اروح تندحه على قولة فيحان تندحه واروح تندحه في وادي ابن هشبل ادور على سماد طبيعي واخذ ام اميرة. قلت علي يا ام اميرة توها جاية من اوكرانيا ما تعرف السعودية ولا تدري ايش السالفة واروح اخذها. قلت علي يلا خلينا نروح نجيب سماد والله ونجيب الكريك وروح نلقى لنا منطقة كذا فيها حلال ونروح انا ومميره ويلا بسم الله وانا وياها نشتغل نعبي الاكياس ونوديها. وامي تقول يا وليدي تعبت حالك ذبحت عمرك وش عندك ضيعت فلوسك. حد امها دائما يخاف على فلوس اولادها. ضيعت فلوسك واشتري ليات واشتغل والدينامو والشغل ابد. الزبده ضبطت الشغل كله خلال اسبوع 10 ايام وانا بذرت البذور واشتغلت وضبطت كل شيء وابدا اسقي وادعي كل يوم اقول يا الله يا رب فالمطر يا الله يا رب فالمطر عشان الله يرزقني بالمطر على اساس الله يكبر هالزراعات اللي انا مسويها. سبحان الله والله فعلا وطالت وكبرت وجلست الشهرين هذيك لين ما كبرت والله صار طولها يعني ابو نص متر ولا. وبعدين عاد انفك الحجر اللهم لك الحمد ودزيتها على الرياض وعطيت واحد من اخواني اسمه جهاد قلت جهاد هذه مسؤوليتك. والله اقول لجهاد يا جهاد من ذمتي الى ذمتك المزرعة عيال حارة كلهم السنة ذي لازم ياكلون ذرة ويشوون ويفلونها عيال حارة كلهم. قال لي ابشر والله لعلي ما قعدت اسبوعين
بظروف خارجة عن السيطرة الله ما عاد صار زي العصيف المأكول سبحان الله. دائما الإنسان إذا ما وقف على حلاله وعلى خيره وعلى رزقه سبحان الله. في مثل عند الأردنيين والشوام يقول لك نام جبشاتك تجيب لك توم، أو نام لما تجي الشات ولد عندك لما تنام معاها ولا تنام جنبها ولا تراعيها تجيب لك توم اليوم الثاني. عاد ليلة الأردنيين يصححوا لي أو الشوام إني ضيعت المثل، بس هذا معناه يعني، وهذا طريقنا إلى احنا اليوم صراحة ما اخذنا السيارة حقت ام ميرة لاني اعرف ان الطريق تعبان فراح يكسر سيارتنا، فرحنا اضطرينا استاجرنا سيارة. طبعا اذا جيت اسافر على القرية وعلى مدن بعيدة ما اخذ السيارة لي ابدا لانها حتتكسر وحتنعدم. فشوفوا طريقهم كيف يعني، هذا الطريق بعد الشتاء في العادة، الحين هذا ترون الحين مضبط، هذا بعد الشتاء تصير ما عاد تقدر تمشي، كله حفر. دائما اذا مريت من طرقهم اقول يا الله يا رب انه يعز دولتنا ويعز ديرتنا ويعز حكومتنا، قسما بالله انك ما تعرف طعم ديرتنا الا اذا عشت براها. شيخ هنا اتذكر واحد كان كاتب خطاب للملحقية الثقافية في الاردنية يشتكي يعني انه كيف انه ما هو متحمل البلد، يقول لهم شوارعهم كانها الجبن الفرنسي. فالطالب الأردني هذا طبعا سالفة قديمة يعني يمكن لها أكثر من 10 سنوات يعني مشتكي مسوي خطاب شكوى على السفارة الأردنية والملحقية الأردنية، يقول يعني هذه بلد يعني من شكاوية يعني في الأشياء من الجمل اللي أنا ما نسيتها، أنه يقول أن شوارعهم كأنها الجبن الفرنسي. يعني شوف كيف شبهها من كثر ما هي محفرة زي كذا وملعوب فيها. شوف حتى الجوال كيف جالس يرج مما الله يعز ديرتنا ويحفظها ويعمرها يا رب. أبشركم وصلنا حدود المدينة أو القرية اللي لا المدينة اللي أصلاً هي تعتبر المحافظة حق القرية حق هذا ظن رمان هذا الشساب. وقفنا نريح نسوي سبورت شوي طقطق عضلاتنا وعظامنا ما شاء الله تبارك الله. يا ويلي ويلاه انا اموت في هذا المنظر صراحه يعجبني. الحصاد احبه صراحه، دائما احب النص احب الحصاد في كل شيء، ان الحصاد هو معناه النجاح. لما تحصد الشيء معناته انت نجحت في عملك ولا في وظيفتك ولا في كل شيء. سأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون ويجنون أفضل الحصاد. فيكم فلينا مع النزلات والسيارة تطلع وتنزل وهذولا فلينا. السلام عليكم خير المسلمين على السلامة. أوه نتاشا فيفيت أوه بابوشكا تعال تعال شوف حبايبي. أهم حاجة يوم جيت وشفتها الرمان حقي، هذا الرمان جايبه من الجنوب. شوفوا هنا موجود ما شاء الله، أوريكم إياه في النهار.
اعرفكم على الشيخ الكساندر لوش نسميه، هذا خال امل وامير. سكجي بريفيت بريفيت. هذا الشيخ سيزر. تعال 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 تعال. مزعج طبعا باقي صغير. هذا اللي يعرف النوعية هذه من الكلاب اللي هي الجيرمن شبرد. هذا نوعية صح ما شاء الله. كان انا اتذكر ايام ابوه مات قبل يمكن سنة. الحين هذا ولده الصغير شيء ما شاء الله تبارك الله. شوف له امل 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 كيف يسوي الكلب يا امل؟ كيف يسوي الكلب؟ كيف يسوي هو يا بكر لو امير؟ نعم امير سمع عليك هذا زوج خالة المدام قاعد يوريني قاعد يوريني المصنع اللي هو شغال فيه، مصنع حديد وبيبات موبايل. لا فرحان طبعا في النسيب المهم الخطير اللي جاء زيارة الحين، البيت كله من قلب ترى. وهذا الشيخ عامل حتى هي من قلبه. هذه الطحينية أشغلتني أم أميرة، صارت في كل وجبة أي شيء ناكل نسويه نسوي طحينية، عجبتني مرة وأشغلتني عليها. هذا جو البطاطس، هذا الدجاج، وهذا الحركات. طبعا ترون الأكران في بيوتهم كريمين يا جماعة الخير. هنا أنواع الهدوء. وأمل وأميرة جالسين يلعبون جوا. جماعة جالسين يتغدون. تعشون؟ أنا شبعت تعشيت. طلعت الجلسة هذه حقتي حبيبتي، الحب الجلسة هذه. هذا الكلب لو يسكت يريحني والله ما أدري. بجيب اسم فيران. خلاص حبايبي، هذا اهم واحد، هذا ابو المدام جد امل واميره. لا زال شباب باقي ما شاء الله عليه، ما بيني وبينه واجد ترون في العمر. هذا الشيخ ادواردو عمي ابو المدام وجد امل واميره. سي هلو اور اني ثينج السلام عليكم. السلام عليكم. هذا البطل اسمه فلاديمير. فلاديمير ولد خالة أم أميرة، وعايش عندهم في البيت لأنه يتيم. أمه ماتت وهو طفل عمره يمكن 5 شهور ولا 4 شهور، وربته أم أميرة وعايش عندهم في البيت، ويعتبر أخوهم في البيت. وولد صانطوط كنت أعرفه وهو باقي توه ولد، ما شاء الله عليه صاير رجال. بني ماية إنجليزكي إنجليزكي نيته تقول كبروسكي دفايتي قبري نموي فلور سكزي بريفييت بريفييت كاكزبا. هذا اسمه فلاديمير، بطل يا فلاديمير. انا يتيم مسكين احبه. شوفوا ما شاء الله على التوت عندهم، شوف الحبه كيف كبرها ما شاء الله تبارك الله. هذه ترى من مزرعه البيت، بكره ان شاء الله اقطف معاكم. وبالعافيه على قلبي وقلوبكم. أميرة تلعبهم تسوي حركات، تسوي يعني اللي شلي في يدي، ومنك ما في يدها ولا شيء. بلاك بيري اوه فكوسنا يعني خشوا سباسيبا. هذه الشخصية من الشخصيات المهمة في البيت،
هذه جدة فيكتوريا، جدة المدام، يعني أم زوجتي، الجدة الرابعة، يعني جدة، يعني أم جدة أمير. اسمها تانية، تسلم عليكم وما تسمع في أميرة ولا تسمع فيني، يحبون يحب الموت. مامي تلوبش من يا أبا سيبا يا مامو طيب، تقول وأحب أمك وأحب أهلك كلهم، تحب أمي وأمي بعد تحبها، مرة طيبة العجوز هذه، مرة طيبة. بسيبا فهم